أكثر ما يؤلمك أن تثق في أحدهم ثقة عمياء فيثبت لك هذا الشخص أنك فعلا أعمى. دي مقولة قريتها زمان في كتاب من مكتبة أبويا الكبيرة للأستاذ الكبير نجيب محفوظ. بس تعرف اللي زعل بجد إن للأسف عشت كل كلمة فيها. لو تحرك فضولك وبقيت عايز تعرف قصتي واللي حصل فيها هحكي لك، بس قبل ما أحكي لك محتاجك تفضي دماغك وتسمعني، تسمعني بتركيز، لأن اللي جاي هتبقى محتاج تركز قوي علشان تفهمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي، حلقة جديدة ومستوحاة من أحداث حقيقية خطيرة جدا ومن كتابة سيد مصطفى. فهتعالوا نشوف إيه سر المقولة وإيه اللي حصل مع بطل قصتنا النهاردة علشان يحرك فضولنا كده ونبقى عايزين نعرف قصته. يلا بينا نشوف إيه اللي حصل. أنا أبويا وأمي خطفهم الموت فجأة. لما جه خبر وفاة أبويا أمي ما قدرتش تستحمل الصدمة، ومسافة ما نقلناها للمستشفى ماتت هناك علشان ندخلهم لمثواهم الأخير مع بعض في نفس القبر. قدر ما كانش سهل نستوعبه أنا واختي التوأم اللي ما تخطاش عمرنا 11 سنة. بقينا يتامى فجأة. عمتي وقفت قدام قبر أبويا وقالت وهي منهارة: ما تقلقش يا عزيزي يا أخويا، ولادك هيبقوا في عناية الاتنين. ومن يومها وعمتي هي اللي تولد تربيتنا، وعشنا مع عمتي وولادها حياة مش هقول عليها انها كانت سيئة، ولكنها كانت صعبة، صعبة بكل المقاييس. تكفي ان لو حد مننا كان نفسه في حاجة ما كانش بيقدر يقول او يطلب. مفيش ام تميل عليها فتديك عينيها، مفيش اب تطلب منه لنفسك فيه وانت عينك مليانة. حقيقي كان فراقهم صعب جدا عليا، وخصوصا انه حصل بسرعة. فوقات كتير كنت بروح لبيتنا القديم أبص عليه من بعيد. بصراحة ما كنتش عارف بروح ليه، بس كنت بحس إن أنا بعبي صدري ذكريات جميلة عشتها في المكان ده. ورغم إني كنت بروح هناك كتير بس ما كنتش بقدر أطلع شقتنا. كنت بكتفي بشوية نظرات عميقة للبلكونة ونظرة شردة للشارع علشان ما انساش تفاصيله اللي بتتغير كل شوية بمفعول الزمن، وبعدها أمشي وأنا بجر في حنيني جر. مرت الأيام ولما كبرنا وبقى عندنا 22 سنة قررت أن أنا أرجع أنا وأختي نعيش في شقتنا القديمة، وده بسبب حنيني لذكرياتي فيها، وكمان علشان كنت بشوف في عيون ابن عمتي حمزة نظرات إعجاب لأختي ياسمين، وحسيت أنها بتبادلوا نفس النظرات دي. وأنا غيور وطبعي خشن والحركات دي بتخلي دمي يفور، فكنت عايز أبعد واستقل أنا وأختي ونعيش حياة هادية، وهو لو عايزها وبيحبها فعلا يتقدم لها، إنما المياصة دي أنا ما أقدرش أستحملها. وبعد كام يوم من قراري ده شجعت نفسي ودخلت على عمتي أوضتها وطلبت منها تسمح لنا إننا نرجع شقتنا القديمة. بس عمتي لما سمعت كلامي بصت لي باستنكار وقالت لي: ليه يا ياسين؟ ليه عايز تبعد عننا؟ هو في حد زعلك يا حبيبي؟ ردت عليها وأنا خجلان: لا والله يا عمتي مفيش حد زعلني ولا حاجة، أنا عمري ما شفت منكم حاجة وحشة. أنتي ربتينا وشلتينا الفترة اللي فاتت دي كلها وتعبتي معانا، وأن الأوان نخفف عنك شوية وبالمرة نرجع نعمر شقتنا القديمة اللي بقت شبه مهجورة. ومين قالك أني تعبانة علشان تخفف عني؟ أنتوا ولادي وزيكم زي سارة وحمزة بالظبط، وأنا عمري ما فرقت بينكم في المعاملة، وروحي متعلقة بيكم، ده انتوا اخر حاجة بقيالي من ريحة المرحوم. قربت منها وبوست راسها: الله يرحمه عمتي، والله وانتي غالية عندنا قوي، بس علشان خاطر ريحيني، واحنا مش هنقطع بيكي وهنزورك دايما. سكتت شوية وبعدها قالت لي: طيب انا مش هعارض رغبتك وهعمل اللي يريحك، بس انا كنت عايز افتح معاك موضوع مهم. الموضوع ده كنت عايز اكلمك فيه من فترة بس كنت برجع في كلامي. ليه؟ قولي يا عمتي، أنا سامعك.
الموضوع يخص أختك ياسمين، حمزة ابني عايز يخطبها. بس انتي مش واخدة بالك ان ياسمين أكبر من حمزة بسنتين يا عمتي؟ أنا أكيد واخدة بالي يا ابني، بس حمزة مصمم وعايزها، وأنا لما دورتها في دماغي قلت إني مش هلاقي أحسن من ياسمين عروسة لابني. ياسمين دي بنتي وأنا اللي مربياها وعارفة أخلاقها كويس، وبالنسبة لفرق السن ما بينهم ما هو مش كبير قوي، يعني هي مش أكبر منه بعشرين سنة. استغربت كلامها لأن تفكير الناس الكبيرة ما بيكونش بالطريقة دي، وبيركزوا قوي في موضوع السن ده. بس أنا عارف إن عمتي تفكيرها غير، وعلشان كده اقتنعت بكلامها وقلت لها وأنا ما عنديش مانع، بس نشوف رأي ياسمين الأول. خلاص نتكلم معاها وناخد رأيها. معلش عمتي، خليني أنا أخد رأيها الأول لوحدي علشان تاخد راحتها وما تبقاش محرجة. خلاص ماشي يا حبيبي، اللي يريحك. دخلت على ياسمين أوضتها، واللي هي نفسها أوضة سارة بالمناسبة. سألتها عن رأيها، ووقتها شفت في عينيها نظرة الموافقة اللي بتبان على البنات لما بيكونوا مش معترضين على العريس. وقتها ياسمين بصت للأرض وهي بتقول لي اللي انت شايفه يا ياسين. ماشي ياسمين، خلاص طالما اللي انت شايفه يا ياسين يبقى على خيرة الله. وتمت الخطوبة، وهنا اضطريت أجل رجوعي لشقتي القديمة علشان عمتي كانت عايزة ياسمين تبقى معاها وهم بيشتروا حاجة الجهاز والكلام ده. وحصل، اشتروا كل حاجة، وكل حاجة كانت بتتعمل بسرعة، وفي ظرف كام شهر كتبنا الكتاب وجي يوم الفرح. يوم ما كنت واقف طول الفرح بعيد عن الهيصة بستقبل الناس اللي كلهم من عيلتنا وأصحابنا، وفي اللحظة اللي كنت فيها بتحرك ناحية ترابيزة حد من قرايبنا علشان أسلم عليهم، كانت سارة هي كمان بتلف وبتغير اتجاه جسمها، فخبطت فيها بدون قصد. عيني جت في عينيها، ووقفنا لحظة كده بصين لبعض. اللحظة دي حسيت فيها إن الزمن وقف، وقف ووسع وزاح كل اللي موجودين علشان أشوف سارة وبس. كانت أجمل بنت شافتها عينيا، وبرغم إنها متربية معايا بس كأني أول مرة أشوفها. مرت اللحظة دي واعتذرت لي سارة على الصدام اللي حصل ما بيننا، بس أنا ما نطقتش ولا كلمة، وكل اللي أنا عملته إن أنا هزيت راسي، وبعدها اتحركت سارة من قدامي وأنا متابعها بعيني. وفضلت على الحالة دي لحد ما عامل البوفيه خبط بإيده على كتفي وقال لي بعد إذنك يا أستاذ، ممكن تفاضي الطريق علشان ندخل بالتورتة؟ أكيد أكيد طبعا، اتفضل. اتحركت ووسعت للتورتة، وبصيت على أختي ياسمين اللي الفرحة كانت مالية عينيها وباينة على كل ملامحها. ابتسمت ودعت لها إن ربنا يسعدها وأشوفها مبسوطة دايما. ولما خلص الفرح وطلع حمزة ومعاه ياسمين على شقتهم، وقتها أنا كنت ناوي أرجع شقتنا القديمة بعد ما الفرح يخلص على طول، لكن قبل ما أرجع دورت بعيني على عمتي ما بين الناس علشان أوصلها لبيتها. وأخيرا لمحتها واقفة مع سارة، فتحركت ناحيتهم، لكن أنا ما كنتش عارف هو في إيه بجد. هي سارة بقت حلوة قوي كده ليه؟ ممكن جمالها بان مع الفستان الرقيق اللي هي لابساه، أو من لمسات الميك اب البسيطة اللي لايقة جدا على وشها. كنت بقول كلامي ده وأنا باخد خطواتي ناحيتهم، وأول ما قربت منهم شفت شبور الدموع محبوسة جوه عيون عمتي. وساعتها بصت لي عمتي وقالت ناوي برضو تسيبني انت كمان؟ مش كفاية هما؟ قربت عليها وخدتها في حضني، والله ما هسيبك، ده انا هزهقك مني، وبعدين المفروض انك تفرحي مش تعياطي، النهاردة فرح اتنين من ولادك، وهو فاضل اتنين. قلت اخر جملة وبصيت على سارة اللي ابتسمت لي بكسوف. اما عمتي فمسحت دموعها بايديها وقالت دي دموع الفرح يا ابني، ربنا يمد في عمري واشوفك عريس. بصت راسها وهدتها، وبعدها خدتها وتحركنا كلنا على شقتها. دخلتها لحد اوضتها بنفسي واطمنت انها بقت كويسه وتمام، وبعد كده حضرت شنطتي وودعتها، وودعت ساره اللي كنت حقيقي حاسس ان انا اول مره اشوفها بالجمال ده. ولما ودعتهم نزلت من الشقه وقفت تاكسي وتحركت على شقتنا القديمه. ومن هنا حصلت سلسلة أحداث غريبة غيرت كل حاجة في حياتي. شقتنا في منطقة شعبية اسمها بين السرايات. لما وصلت هناك وقفت قدام البيت وفضلت أبص عليه زي عادتي،
معرفش أنا إيه حالة الاشتياق الغريبة اللي مسكاني دي، وكاني لما هدخل الشقة هلاقيهم موجودين جوا قاعدين مستنيني وهيعاتبوني إني اتأخرت. اتحركت ناحية البيت وطلعت لشقتنا اللي في الدور الأول. لما بقيت قدام الباب لفيت المفتاح في كالون بابنا القديم، وقتها كان قلبي بيدق بلهفة وحماس. دخلت وحطيت شنطي على الأرض وشغلت النور، ولما عيني بدأت تشوف العفش اللي موجود في الشقة استغربت. عفش البيت كان نظيف تماما، مفيش ذرة تراب على أي كرسي أو كنبة. إزاي ده؟ ده محدش دخل الشقة من سنين، المفروض أن التراب يكون ساكن كل ركن فيها. بس لما فكرت شوية قلت أكيد عمتي هي اللي نظفت الشقة لأنها عارفة أن أنا هرجع أقعد فيها. ارتاح عقلي للتحليل ده وقلت أكيد ده اللي حصل يعني، فابتسمت وأنا بلف بعيني كده في الصالة، وخصوصا لما شفت مكنة التصوير القديمة في ركن الصالة اللي قدام أوضة نومي. المكنة دي أنا عارفها كويس، أصل والدي كان بيعتز بيها جدا وبيقول إنها أول مكنة اشتراها وبدأ بيها شغله، ومن وقتها ربنا كرم وآخر كرم وفتح بعدها سلسلة مكتبات هي الأشهر في منطقة بين السرايات كلها. ورغم إن المكنة عطلانة بس هو قرر يحتفظ بيها. قطع شرودي وسرحاني صوت دوشة جاية من الشارع، فاتحركت للبلكونة وفتحتها، وأول ما دخلت شفت مجموعة رجالة وشباب قاعدين بيلعبوا طاولة على القهوة اللي تحت بيتنا، وظاهر كده إن في حد خسر في اللعب ومعمول عليه حفلة. العادي في منطقتنا هنا إن صوت خبط أو وشيط الطاولة دي اللي جاية من القهوة ما بيقفش إلا مع أذان الفجر، وأنا فاكر ده كويس جدا لأنه كان بيحصل من زمان أيام ما كنت عايش هنا، وشكل الوضع ما اتغيرش ولسه مستمر. ورغم ان ده شيء مزعج جدا لاي حد وما يخليهوش يعرف ينام، لكن انا هكون متآنس بصوت الناس ودوشتهم. احساس الوحده برضو اكيد مش هيكون سهل، وانا اول مره ابقى لوحدي. ولما فاتت دقايق ودخلت من البلكونه ورجعت للصاله، خدت شنطتي من قدام باب الشقه وتحركت ناحيه اوضه نومي، وفضلت ابص على تفاصيل الاوضه لسه زي ما هي من ساعة ما سبتها. خرجت الهدوم من الشنطة ورصيتها في الدولاب، وبعد كده غيرت البدلة اللي كنت لابسها ولبست طقم مريح للنوم. قعدت على السرير ومسكت الموبايل قعدت أقلب في الفيسبوك شوية، فقابلت بقى بوستات كتير لصور الفرح على صفحات كل قرايبنا، وكنت بعمل لاف على كل صورة بقابلها وأنا مبتسم. وفي وسط اندماجي مع الصور سمعت صوت خلاني لميت ابتسامتي ووقفت تقليب. الصوت كان جاي من برا، من الصالة تحديدا. كان صوت مألوف بالنسبة لي، صوت زي صوت مكنة التصوير بتصور ورق. قمت من على السرير وأنا مستغرب، ولما عيني كشفت الصالة لقيت مكنة التصوير القديمة هي اللي شغالة. اتصدمت، هي المكنة دي اشتغلت ازاي ومين اللي شغلها؟ لا، واللي زود صدمتي أكتر إن فيشة المكنة ما كانتش متوصلة بالكهرباء أصلاً. ما بقتش عارف اللي حصل ده حصل إزاي، وفي وسط صدمتي وأسئلتي اللي ملهاش إجابات لقيت ورقة بتخرج فجأة من المكنة. كانت ورقة غريبة وقديمة ومكتوب عليها كلام بلون أحمر. مسكت الورقة وأنا ببلع ريقي، وكان مكتوب عليها جملة واحدة: أنت مأمور وهي مأمورة. فضلت واقف مبرق للورقة لدقايق وأنا مش لاقي تفسير للي حصل. أنت مأمور وهي مأمورة؟ مأمور بإيه ومين هي اللي مأمورة؟ أخدت الورقة ورجعت للسرير وأنا الأفكار بتتصارع جوه راسي. كنت قاعد على السرير مش على بعضي، جوايا إحساس قوي إن في حد معايا في الشقة، وللسبب ده قررت إن أنا أرجع للبلكونة لحد ما النهار يطلع، أهو على الأقل أتونس بالشارع والناس. وفعلا دخلت البلكونة، بس أول ما بصيت على الشارع اتصدمت. الشارع كان فاضي تماما من أي بشر. هي الناس راحت فين؟ دول كانوا لسه مالين القهوة من دقايق. ضميت السؤال ده لقائمة الأسئلة اللي ملهاش إجابات، وبعد دقايق قليلة من حيرتي بدأ يخترق هدوء الشارع الغريب ده بالنسبة لي صوت خطوات لشخص، شخص رفيع وأصلع
ظهره محني ومقوس، عنده كتلة كده فوق ظهره على شكل هرم، أو بمعنى أوضح أحدب. لابس جزمة سودة وبنطلون قماش وجاكيت جلد وكوفية، وده غريب لأن احنا في شهر يوليو يعني في عز الحر. كان معلق عينه على البلكونة بتاعتي وموجه نظره ناحيتي بشكل كامل، وده كان باين جدا لأن انحناء جسمه كان موضح قوي راسه اللي كانت مرفوعة علشان يقدر يشوفني. نظرته كانت غريبة ومشيته كان فيها حزم، كأنه في طريقه لتنفيذ مهمة محددة. ما نزلش عينه من عليا طول طريقه، وتوترت من شكله وطريقته. حسيت ان قلبي دقاته بقت اسرع. كان بيقرب من البيت اللي انا ساكن فيه لحد ما وصل عند مدخله ودخل البيت. اتحركت بسرعه على باب شقتي وقفلت عليا كل ترابيس الباب، وانا مش عارف انا بعمل كده ليه، لكن كان جوايا خوف مش مفهوم هو اللي بيحركني. وحقيقي ما كنتش عارف انا قلقان من ايه وعلشان ايه، بس كنت خايف. وبعد ما مرت كام دقيقة وأنا واقف قدام الباب، اتحركت بهدوء ناحيته وحطيت عيني على العين السحرية، وساعتها ما شفتش غير سواد، كأن في شيء حاجب الرؤية عني. مش عارف ليه حسيت للحظة إن في حد حاطط إيده على العين السحرية وهي اللي حاجب الرؤية عني. بلعت ريقي وأنا عقلي بيطرح الفكرة دي، وما بقيتش عارف أعمل إيه. أفتح الباب وأشوف مين اللي وراه ولا أفضل مكاني؟ وبعد تفكير ما طولش كتير، شجعت نفسي وقررت أفتح الباب، وأنا صوت دقات قلبي هيفضح خوفي. لما عيني كشفت الطرقة اللي قدام الباب ما لقيتش حد. طلعت بره وبصيت على السلم فوق وتحت، برضو ما فيش حد. بس وأنا راجع للباب لقيت في ورقة ملزوقة على العين السحرية ومكتوب عليها جملة واحدة: أنت مأمور وهي مأمورة. فضلت مبرق للورقة شوية، هو في إيه بقى؟ إيه الجملة الغريبة دي ومعناها إيه؟ شديت الورقة بإيدي من على العين السحرية وجريت على البلكونة بسرعة علشان أشوف الراجل الغريب ده قبل ما يختفي. بس لما دخلت البلكونة ما كانش له أي أثر. فضلت واقف شوية بدور بعيني عليه بس ما لقيتهوش. بعد ما فقدت الأمل إن أنا ألاقيه قعدت على كرسي البلكونة وسألت نفسي، هو إزاي قدر يطلع ويحط الورقة ويهرب بالسرعة دي؟ لقوا كمان من غير ما أسمع صوت خطواته على السلم، ولو هو طالع ولو هو نازل. ثم هو مين أصلا وعايز مني إيه؟ وبعد أسئلتي الكتيرة دي حسيت بصداع جامد مسك راسي من كتر التفكير. فردت دراعي على سور البلكونة وسندت راسي عليه، ومعرفش ازاي ولا امتى نمت وانا على الوضعية دي. وبعد شوية وقت ما قدرتش احددهم، فوت من نومي على صوت دوشة وزعيق جايين من الشارع. فتحت عيني وكان النهار لسه ما طلعش. بصيت على مصدر الصوت لقيت الشارع مليان ناس بتتخانق مع بعض، كراسي القهوة كانت بتطير في كل حتة، كرسي من كراسي القهوة بيترفع وبيتكسر على راس واحد من اللي بيتخانقوا، والراجل اللي ضرب على راسه ماسكتش طلع من تحت هدومه سلاح أبيض تقريبا سنجة، وبدأ يضرب بيها بضربات عشوائية كده في جسم الشخص اللي ضربه، وفي ثواني تحول جسم الشخص اللي اتضرب ده لسيل من الدم. وبعدها في واحد تاني كان ماسك رجل راجل كبير في السن وبيجره وبيسحله على الأرض، وبإيده التانية بيشوح بمطوة وبيغزاه في جسم أي حد بيعترض طريقه. ده غير شخص تالت بيجري وفجأة وقف ورا شخص رابع وطلع خنجر كان مخبيه ودبحه بكل برود. صوت صراخ الناس اللي بتتخانق كان مغطي على صوت سويت الستات اللي واقفين مصدومين في البلكونات بسبب قسوة المشهد اللي هم شايفينه. ثواني من الفوضى والضرب الجنوني ما بين الناس، وأرضية الشارع كلها اتحولت للون الأحمر، وطبعا كان في عدد كبير من الجثث المرمية على الأرض. وفي وسط نظراتي اللي كانت زايغة ما بين المشاهد الدموية دي، لمحت نفس الشخص اللي شفته قبل كده بنفس لبسه الغريب وظهره المحني، واقف بيبص على المجزرة وهو مبتسم ابتسامة خبيثة، كان باين عليه السعادة وهو شايف الناس بتدبح في بعض.
المشهد مفزع لأقصى درجة، وده واقف مبتسم وبيضحك، كان بيحرك شفايفه وبيتمتم بكلمات وبيحرك راسه بالموافقة للفراغ أو لشخص أنا مش شايفه. ولكن الأغرب من كل ده إن ما كانش فيه حد بيحاول يضربه أو يقرب من المنطقة اللي هو واقف فيها، رغم إن هو كان قريب جدا منهم. بس ده كأن في حماية على الجزء اللي هو واقف فيه. كان منظره غريب ومستفز جدا بالنسبة لي، وبدون تفكير مني لقيتني بتحرك على باب الشقة وبنزل على السلالم جري. ولما وصلت للشارع بصيت عليه، كان بيظهر وبيختفي مع حركة الناس اللي كانت بتقطع الخط الواصل ما بين عيني وجسمه. اتحركت ناحيته وما كنتش مهتم أنا ممكن يحصل لي إيه، وفي وسط الحالة الجنونية اللي صابت الناس دي كنت عارف إن أنا ممكن أخد ضربة طايشة من أي حد واتأذي. لكن مرجعتش، بقيت بزق بإيدي وببعد كل اللي بيعترض طريقي، والغريب إن ما كانش في حد بيرد على اللي أنا بعمله بأي نوع من أنواع العنف. كانوا مشغولين ببعض وكانهم في حرب مقدسة مش هتخلص غير لما واحد فيهم يخلص على التاني. ما كنتش عارف لما هوصله هعمل معاه إيه، بس كنت عايز أوصله لأني متأكد إن عنده إجابة على أسئلتي. كنت لسه بزق كل الأجسام اللي منع وصولي ليه وهو لسه بيظهر وبيختفي مع حركتهم، ومع خطواتي اللي كانت بتقربني ناحيته لقيته انتبه وبصلي. كان لسه مبتسم ابتسامته الخبيثة. لما بصلي بتركيز حسيت ان حركتي بقت أبطأ وعيني بدأت تزغلل، وهنا بقت الرؤية صعبة وصداع غريب مسك راسي. حاولت اتماسك وكملت طريقي ناحيته، بس هو رفع كف ايده اليمين لفوق ببطء وظهرت كلمة او جملة مكتوبة عليه. لما دققت فيها لقيتها انت مأمور، وبعدها رفع كف ايده الشمال وكانت باقي الجملة وهي مأمورة. جزيت على اسناني وانا بحاول ما افقدش السيطرة على جسمي اللي بقيت حاسس انه هيغزلني في اي لحظة. ومع اخر خطوات ليا ناحيته الرؤية اتقطعت تاني. اتنين تلاتة بيتخانقوا قدامه، اول ما اتحركوا بعيد عنه ظهر تاني، وبمجرد ظهوره لقيته اختفى بالمعنى الحرفي للكلمة، وكأنه اتبخر أو الأرض انشقت وبلعته. مسكت راسي من الصداع وفضلت أقفل وافتح عيني كتير أكتر من مرة علشان أتأكد أنه مش بيتهيألي، ولكن ما حصلش أي تغيير، الراجل اختفى فعلا. فضلت واقف ما بين الناس وأنا بتلفت حوالين نفسي زي المجنون وبقول هو راح فين؟ ده كان لسه قدامي. وفجأة سمعت صوت استغاثات جاية من البلكونة بتاعتي. لما بصيت على البلكونة لقيت أختي ياسمين واقفة هناك وظهرها لسور البلكونة وبتبص لجوه الشقة بخوف ورعب. فضلت واقف وأنا مش فاهم حاجة، هي جت هنا ازاي وخايفة كده ليه؟ وبعد كام نظرة منها مليانة فزع وهي بتبص للمجهول اللي أنا مش شايفه، لقيتها بتلف جسمها وهترمي نفسها من البلكونة. جريت عليها وأنا بصرخ بعلو صوتي، ارجعي يا ياسمين ارجعي. بس ياسمين رمت نفسها، ومع اصطدام جسمها بالأرض كنت حاسس بواقع الخبط عليا وكأني أنا اللي وقعت. نظرات الصدمة والحسرة اللي كانوا على وشي تلاشوا بسرعة، لأن فجأة وبدون مقدمات لقيت الشخص الغريب ده ظهر قدامي من العدم، وكانت عينه غريبة، عين اختفى منها السواد، بقه ودقنه اتمطوا وطولوا بشكل غريب وبقى شبه الكلاب، زمجر في وشي بصوت مرعب، وجسمي اتنفض وشهقت شهقة قوية كانت قادرة توقف قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في اللحظة دي بدأت استوعب ان كل اللي شفته ده كان كابوس، وده لما فتحت عيني ولقيت جسمي مرمي على أرضية البلكونة وجنبي كام نقطة دم مغطين الأرض. رفعت جسمي بصعوبة وقعدت على الكرسي، حسيت بوجع في راسي وتحديدا فوق حاجبي،
حطيت إيدي على مكان الألم وبصيت عليه، لقيت شوية دم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيه الكابوس ده؟ ده من كتر وقعيته انفعلت معاه وكأنه حقيقة. بس لأ، ده الوجع اللي أنا حسيت بيه لما ياسمين رمت نفسها من البلكونة كان ألم الخبطة اللي أنا اتخبطتها لما وقعت وأنا نايم. لكن برغم الألم اللي أنا حسيت بيه لما وقعت، ما فقتش. أنا فقت لما شفت وش الراجل الغريب وشكله البشع. قمت من على الكرسي وتحركت ناحية الحمام علشان أغسل وشي من الدم، بس أول ما بقيت قريب من باب الحمام اللي كان مقفول سمعت صوت خبط على الباب من جوه. تسمرت في مكاني. إيه ده؟ هو في حد جوه؟ مين جوه؟ ما كانش فيه رد. وما مرتش ثواني وسمعت صوت خبطتين تاني، خبطتين بالعدد، وكأن اللي جوه بيستأذن علشان يدخل. في اللحظة دي اتولدت في راسي ذكرى قديمة مع أمي، ذكرى كانت بتعلمني فيها وأنا صغير، ومعاها بدأ يتسرب لعقلي صوت أمي وهي بتقولي: يا ياسين، ما ينفعش تفتح أي باب بدون استئذان، لازم تخبط خبطتين الأول ورا بعض، وبعدها تستنى لما اللي جوه يرحب بوجودك ويقولك اتفضل، أو هو يفتح الباب بنفسه. هزت راسي وكأني بطرد الذكرى دي من دماغي وبرجع للواقع، الواقع اللي مش مفهوم. ومع تركيزي بدأت أسأل نفسي: هيكون مين اللي موجود جوه يعني ومنتظر ان انا ارحب بيه واقول له اتفضل؟ بلعت ريقي بالعافيه وتحركت للمطبخ اللي كان جنب الحمام على طول. فتحت الدرج وخدت منه سكينه، اهو اي حاجه تحسسني بالامان شويه، شيء يقويني ويمحي حاله الرعب اللي انا فيها. بس بعد ما مسكت السكينه حسيت ان انا غبي وحمار. وقفت لثواني وقلت لنفسي: هتعمل ايه يعني السكينة لو اللي جوه ده كيان غير مادي وغير ملموس؟ وده الأكيد يعني، كل حاجة حصلت وبتحصل بتأكد ده. قولي بقى هتعمل ايه السكينة اللي في ايدك دي؟ رد يا غبي. كنت بكلم نفسي وانا اسناني بتعصر شفايفي من القلق والتوتر، حيرة وخوف ورعب، افكار متلخبطة مش عارف احدد منها الصح من الغلط. ولكن قطع حبل أفكاري اللي كان بيخنقني بالبطيء صوت خبطتين تاني على باب الحمام، ومعاهم صوت حد بينده باسمي: ياسين يا ياسين. صوت كأنه جاي من أبعد نقطة في الكون، صوت بعيد وضعيف وهادي، هادي لدرجة تخوف. حسيت أن شعر جسمي كله وقف لأني قدرت أميز صاحبة الصوت ده لما نده التاني باسمي: يا ياسين. ده صوت أمي. هو أنا بيتهيألي ولا بحلم ولا ده إيه بالظبط؟ قربت من باب الحمام بخطوات تقيلة ومسكت الأكرة اللي كانت باردة زي التلج، حركتها وفتحت الباب. وأول ما الباب اتفتح قابلتني شبورة بخار كثيفة جدا كانت مخلية الرؤية صعبة جوه الحمام، ولكن بمرور ثواني بدأت تخف واحدة واحدة لحد ما بدأت أشوف كويس. واللي شفته جمد الدم في عروقي أكتر. أنا شفت جثة أمي مرمية على الأرض، والكفن اللي ملفوفة بيه كان متقطع ومبين معظم جسمها. لحظات جسمها بدأ يزرق بشكل غريب، وعروقها بدأت تبرز وتنفر من جلدها، شعرها بدأ يتجعد ويلف كأنه تعابين، شكلها بقى غريب ومخيف. ومرة واحدة لقيتها قامت قعدت وبقت قدامي. جسمي اتنفض ورجعت خطوتين لورا، بصيت لي بتركيز قوي وشها كان أزرق وهينفجر من العروق اللي عاملة زي الخريطة عليه. أنا بلعن البطن اللي شالتكم، قالت جملتها الغريبة دي، ورجع البخاري غطي الرؤية من تاني وما بقيتش شايف حاجة. لكن فجأة سمعت شهقة قوية جاية من بين البخار
وبعدها سمعت صوت حاجة بتتسحب أو بتتجر على الأرض. ما كنتش شايف إيه اللي بيحصل، بس بين الضباب سمعت استغاثة من أمي: ساعدني. بس صوت الاستغاثة ما تكررش، ده ظهر هو، ظل إنسان ظهره محني ومقوس وعنده كتلة على ظهره، كتلة على شكل هرمي، أو بمعنى أوضح أحدب. لحظاته بدأ البخار يختفي واختفت معاه كل حاجة، ورجع الحمام لوضعه الطبيعي. بلعت ريقي اللي كان هربان من حلقي، وجريت بسرعة زي الممسوس على البلكونة من تاني. ما كنتش قادر أقف، قعدت على الكرسي وحطيت راسي بين كفوف إيدي وأنا مش فاهم إيه معنى اللي أنا شفته ده، وليه أمي ظهرت لي بالشكل البشع ده، وليه بتلعن البطن اللي شالتنا، ثم إيه كم الأحداث الغريبة والرعب اللي أنا شفته من وقت دخولي للشقة ده، وعلاقة الورقة اللي خرجت من مكنة التصوير بالراجل الأحدب بأمي. أنا هتجنن. بصيت على السماء، الليل كان لسه بيفرض ظلمته التقيلة على قلبي، كنت حاسس إن النهار مش هيجي والليل ده مش هينتهي، ده أطول ليل مر عليا في حياتي. أنا عايز النهار يطلع، عايز أمشي من هنا. لا، أنا همشي دلوقتي. ومع رغبتي في إني أقوم أمشي، كان في شيء مجهول جوايا رافض ده، شيء عايزني أفضل قاعد لحد ما أفهم. تناقض غريب جوايا وحرب دايرة جوا دماغي، وبعد تفكير كتير وحرب نفسية مع نفسي قلت لا، أنا لازم أفهم. أنا لو هربت دلوقتي الأسئلة اللي ملهاش إجابات دي هتموتني بالبطيء. وأخيرا انتصر الفضول اللي جوايا وقررت أن أنا مش همشي من غير ما أفهم. ومع قراري ده سمعت أذان الفجر. رددت الأذان ورا المؤذن وخدت بعضي ونزلت من شقتي علشان أصلي في المسجد، واللي بالمناسبة مش بعيد وفي الشارع اللي ورانا على طول. نزلت الشارع اللي كان كئيب ومقبض، هو ما كانش كده زمان، دي كانت أنوار القهوة بتخلي للشارع روح، ومع الأسف الروح دي ماتت من المنطقة. المهم وصلت لباب المسجد، وفي اللحظة دي سمعت صوت الإقامة. استغربت لأن الفاصل ما بين الأذان والإقامة كان أقل من 5 دقايق، هما مستعجلين كده ليه؟ المفروض يعني على حسب ما أنا عارف 25 دقيقة. ولكن الغريب أكتر إن المسجد كان مليان بالناس وكاننا في صلاة الجمعة مش في صلاة الفجر. دخلت اتوضيت بسرعة، ولما طلعت دخلت الصف ما بين الناس ولحقت الركعة الأولى وبدأت أصلي، وطولت شوية في السجود الأخير قبل السلام. طولت ودعيت ربنا يساعدني وينور بصيرتي علشان أفهم. ولما الإمام سلم وإحنا بدورنا سلمنا وراه، ومع حركة رقبتي وأنا بسلم بصيت على الراجل اللي جنبي. لما ركزت في وشه حسيت إن جسمي أشعر. الراجل ده هو نفس الراجل اللي كان في الخناقة. أيوة هو، بس لابس تيشيرت بنص كم مبين آثار جروح على دراعه في نفس الأماكن اللي أنا شفته بيتضرب فيها، وكمان في أثر لجرح كبير في رقبته، وده برضو نفس مكان الجرح اللي أنا شفته قبل كده. كنت مصدوم، هو الكابوس ده كان حقيقة؟ بصيت تاني على الراجل، آثار الجروح قديمة مر عليها زمن. يعني إيه؟ هو الكابوس لمحة من حاجة قديمة حصلت هنا فعلا؟ ما جات ليش الجرأة أسأل الراجل صاحب الجروح عن أسبابها، بس ما كنتش ناوي أمشي من المسجد قبل ما أخد أي معلومة تزيح الضلمة والغموض اللي تعبوا دماغي. قربت من إمام المسجد اللي ابتسامته ووشه البشوش كسروا الإحراج اللي جوايا. بسبب بشاشته دي سلمت عليه وقلت له تقبل الله. منا ومنك، يا أهلا وسهلا بيك يا ابني، أنت ساكن جديد هنا؟ يعني قديم وجديد في نفس الوقت. إزاي يعني؟ فهمني. أصلا أنا كنت ساكن هنا من حوالي 15 سنة، كنت قاعد في الشارع اللي ورا المسجد على طول، ووالدي اسمه عزيز الشيمي، ممكن حضرتك تكون عارفه، أنا ياسين ابنه.
مسح إمام المسجد دقنه البيضة بإيده وبص للسقف وهو بيحاول يفتكر. عزيز، عزيز الشيمي؟ أيوة أيوة، عزيز صاحب مكتبات بين السرايات. أيوة، الله ينور على حضرتك. أيوة الله يرحمه، ده كان جاري وصاحبي. اعذرني يا ابني، السن له أحكام وأنا ذاكرتي ما بقتش تسعفني. هزيت راسي وأنا مبتسم، ومع ابتسامتي بصلي بتأمل وبود أكتر وقال لي: ما شاء الله ما شاء الله، والله وكبرت يا ياسين. ده أنا آخر مرة شفتك فيها كنت لسه في ابتدائي. ربنا يحميك يا ابني. هو حضرتك عارفني؟ أمال يا ابني، أعرفك وأعرف أبوك والست والدتك الله يرحمهم جميعا. أنا عمك توفيق اللي ساكن في البيت اللي جنبك على طول. عم توفيق؟ أيوة افتكرت. ما معلش بقى أعذرني، أنا كنت لسه صغير وقتها ودماغي مقلوبة من ساعة ما رجعت شقتنا القديمة. وبصراحة كده عم توفيق، أنا من ساعة ما رجعت المنطقة هنا وبتحصل حاجات غريبة وبشوف حاجات أغرب. ومع كلامي ده بان القلق والتوتر على وشه، بس أنا ما استنتوش يتكلم لأني كملت كلامي بسرعة. ده حتى القهوة اللي كانت بتفضل مليانة ناس لآخر الليل بقى بتقفل قبل الساعة 12. القهوة؟ ما الوضع اتغير يا ابني، واللي حصل ما كانش سهل. وهو ايه اللي حصل يا عم توفيق؟ اللي حصل ما ينفعش نقوله في المسجد، وبما اننا جيران فاحنا طريقنا واحد، وهي فرصة توصلني للبيت ونكمل كلامنا في الطريق. قام وقف بصعوبة وانا وقفت انا كمان، قرب مني وحط ايده ما بين دراعي علشان اسنده وهو ماشي. اتحركنا بخطوات هادية تناسب سنه، ولما قرب من الجزامة اللي كان محطوط عليها شبشبه الاسود الجلد وطب جسمه بصعوبة علشان يمسكه. حاولت اساعده ومديت ايدي ناحية الشبشب لكنه منعني بلطف وهو مبتسم. ولما خرجنا برا المسجد بدأ عم توفيق يتكلم: اللي حصل يا ياسين هنا كان اشبه باللعنة. لعنة؟ وطي صوتك واسمعني، الناس ما بقتش مستحملة تسمع حاجة تخوفها. بس أيوة يا ابني، لعنة، لعنة صابت بين السرايات كلها، جرائم قتل في كل شارع، خناقات بين الناس كل يوم، وده اللي حصل في القهوة. قامت خناقة كبيرة، خناقتي دي كانت مجزرة، والناس بقت تقتل بعضهم وكأنهم اتجننوا. أيوة والله، بس يلا ربنا بقى يجازي اللي كان السبب. ومين اللي كان السبب يا عم توفيق؟ نصير، نصير الملعون هو اللي دخل القمار للقهوة، بعد ما لعب في راس صاحب القهوة وأقنعه إن كده الرزق هيزيد والزباين هتكتر. بس القمار كان زي النار، أكلت الكل، الغل والحقد مالوا القلوب والناس بقت بتكره بعض، لحد ما وصل الموضوع للدم. الدم؟ معلش يا عم توفيق، هو نصير ده كان شكله عامل ازاي؟ شكله تقدر تقول كده انه كان شبه الشيطان، وده بعد ما اختاروا انه يكون واحد من اعوانه. طب انت عارف في البداية نصير ده كان شخص غلبان وطيب، بس الناس ما كانتش سايباه في حاله، كان بياخد ترياقة واهانة تهد جبال، وده يعني علشان كان عنده مشكلة كده في ظهره، كان ظهره محني أو بالبلدي كده عنده أتب، بس كان بزيادة حبتين. لما قال كلامه ده حسيت إن جسمي نمل ورجلي ما بقتش شايلاني، بلعت ريقي بصعوبة وحسيت إني هقع في أي لحظة وهيقع معايا عم توفيق اللي معتمد إن أنا بسنده. بس وبرغم خوفي حاولت أمسك نفسي وهو كمل كلامه: الموضوع ده سبب لنصير عقدة نفسية من وهو صغير، كانوا الناس بيشحنوه بالغل ناحيتهم وهم مش واخدين بالهم انهم بيضغطوا على اللغم اللي هينفجر في وشهم. ومع الايام يا ابني نصير اتعلم السحر الاسود وعمل عهد مع ابليس، اتفنن في اذيه الناس، كل بيت في الحته اتاذى منه، ولما رجاله الحته رجعوا لربنا وفاقوا لنفسهم وتاكدوا ان نصير ليه يد في البلاوي اللي بتحصل هنا، دخلوا عليه شقته علشان يطربقوها على دماغه.
لكن لما دخلوا الشقة لقوا كمية طلاسم ورسومات على الحيطان، قبضت قلب أطول شنب فيهم. خافوا ما كانوش هيكملوا، بس في الوقت ده حد من أهل الحتة بلغني باللي بيحصل. جريت عليهم بسرعة علشان ألحقهم قبل ما يرتكبوا جناية، بس لما دخلت عليهم لقيتهم متسمرين في مكانهم وكأن في شيء مستحوذ عليهم. فضلت أقرأ قرآن وأذكار لحد ما الأمور هديت نوعا ما والرجالة بدأت ترجع لطبيعتها، لكن الخوف كان لسه مالي قلوبهم وبدأ جزء منهم يخرج برا الشقة. أما أنا فتحركت لجوه الشقة وتحديدا ناحية الحمام، وشفت وقتها أثار دم هناك. أول ما عيني كشفت الحمام شفت منظر بشع، نصير عريان ملط، عينين براقة وشرايينه متقطعة، وجسمه المرمي على أرضية الحمام مرسومة عليه زي جداول جواها أرقام ورموز غريبة، ونفس الجداول دي مرسومة على الحيطان بتاعت الحمام، وفي بقايا سائل شفاف لزج على الأرض. وقتها حسيت بخليط من الاشمئزاز والرهبة، بس بعد اللي شفته ده اتحركت بسرعة لبرة، خرجت باقي الناس اللي كانوا لسه موجودين في الشقة. وبعد ما فوقنا من المنظر اتصلنا بالشرطة علشان يجوا يتصرفوا في جثة الملعون ده، بس لما جت المباحث تعاين كانت المفاجأة. جثة نصير ما كانش ليها أثر. هتقولي ازاي؟ هقولك معرفش، لكن اللي اتقال ان حد سرق الجثة، وكمان اتقال ان الجنة خطفه او انه ما ماتش اصلا رغم اني شفته بنفسي جثة. وتقال وهو كلام. قطعت كلام عم توفيق لما قلت له حسب الوصف اللي انت وصفته لنصير انا بأكد لك انه ما ماتش، نصير لسه عايش، انا شفته النهاردة، والسبب انا معرفوش، هو بيطاردني. انت بتقول ايه يا ابني؟ والله العظيم زي ما بقولك كده، انا شفته دخل البيت عندنا وبعدها اختفى. عم توفيق سكت شوية وبعدها قال لي شفته داخل بيتكم؟ انت عارف نصير كان ساكن فين قبل ما يختفي؟ معرفش كان ساكن فين. في الشقة اللي تحتيك على طول، ولو ظهر تاني فعلا يبقى في مصيبة هتحصل. اتصدمت، وفي وسط صدمتي وتفكيري في ايه نوع الكارثة اللي ممكن تحصل لمحت حد ماشي في الشارع كان بيحاول يداري وشه، بس هيئته كانت فاضحاه، كان هو نصير. جريت عليه بس لما شافني بجري جري هو كمان. طريقة جريه كانت غريبة بس كانت سريعة في نفس الوقت. فضلت طرده لحد ما خرجنا من الشارع بتاعنا وبقينا في الشارع العمومي، وهنا نصير قرر يعدي الطريق من غير ما يبص. لكن فجأة وهو بيعدي جات عربية بأقصى سرعة خبطته خبطة طيرته من على وش الأرض، والعربية جريت. نزل جسمه على الأرض وسمعت صوته وهو بيتوجع. قربت منه ونزلت على ركبتي وبص لوشه، لقيت وشه متدغدغ. مسكته من هدومه وقلت له أنت بتطاردني ليه؟ عايز مني إيه؟ مش أنا اللي بطاردك، دي أمك. أمي؟ وانت ايه علاقتك بامي؟ اسال عمتك وهي تقولك. قال كلمته الاخيره دي وبدا يكح دم، عينه سبتت ووقفت كل اعضائه عن الحركه. في اللحظه دي تليفوني رن، سبته وقمت وقفت، وكان حمزه هو اللي بيتصل. ايوه ياسين، الحقنا ياسين، ماما تعبت فجاه وانا طالع بيها على المستشفى دلوقتي. انا عايزك تجيلي بسرعه. ياسمين من ساعة ما دخلنا شقتنا وأنا مش عارف إيه اللي جرالها، بتقولي إن المرايات بتاعت الشقة كلها مكتوب عليها كلام غريب، هو أمور وإنتي أمورة حاجة زي كده. المهم هي معايا دلوقتي ومحتاجاك تكون معاها لأني هكون مشغول مع ماما. بدون وعي مني لقيتني بردد الجملة الملعونة في دماغي، أنت مأمور وهي مأمورة. وقت ما أدركت الجملة رديت عليه، خلاص يا حمزة خلاص، أنا هطلع لك دلوقتي على المستشفى، بعت لي اللوكيشن وأنا حصلك. ماشي يا سي. قفلت المكالمة مع حمزة، وقبل ما اتحرك كان وصل عم توفيق وفهمته اللي حصل بسرعة. وبعد ما فهمته قلت له
أهنا لازم أتحرك دلوقتي على المستشفى. رد علي وهو بيبص لجثة نصير: اتكل أنت على الله يا ابني وشوف حالك، وأنا هتصرف مع جثة التعبان ده. طلعت على المستشفى بسرعة، وقتها لقيت سارة وياسمين قاعدين في الاستقبال. لما قربت منهم لقيت ياسمين نظراتها زايغة في المكان وبتتلفت حوالين نفسها وباين عليها الخوف. قربت أكتر من ياسمين وحاولت أفهم منها إيه اللي مخوفها، فيها إيه، بس خوفها كان غالب عليها وما خلاهاش تعرف تحكي. مرضتش أضغط عليها واستنيت لما تهدى. وبعد شوية وقت دخل علينا حمزة وهو باين على وشه القلق والتوتر: ماما تعرضت لأزمة قلبية، بس الدكتور قال إنها هتبقى كويسة، هي دلوقتي في العناية المركزة وتحت الملاحظة. قمت وقفت وطبطبت على كتفه وقلت له: ما تقلقش، إن شاء الله هتقوم بالسلامة، أنا هدخل أطمن عليها. الزيارة ممنوعة يا ياسين. ما تقلقش أنا هتصرف، هشوفها وهطلع على طول. طب أجي معاك؟ لا لا لا، خليك أنت مع البنات، أنا مش هتأخر. اتحركت على العناية المركزة، وهناك دفعت رشوة محترمة للممرضة المسؤولة علشان تسمح لي أني أدخل. وفعلا دخلت بعد ما أكدت علي الممرضة أنه ممنوع الكلام معاها. لما دخلت شفت عمتي نايمة على السرير وفي أجهزة كتير موصولة بجسمها. لما قربت منها لقيتها فتحت عينيها، لفيت رقبتي وبصيت على الممرضة لقيتها خرجت لبره الأوضة. بصراحة ما قدرتش أوقف نفسي، وقبل ما أسأل عن صحتها وأحوالها سألتها عن السؤال الأهم بالنسبة لي: إيه اللي تعرفيه عن نصير وإيه علاقته بأمي؟ رفعت قناع الأكسجين عن وشها وقالت لي بصوت ضعيف: أنا هحكي لك كل حاجة، أنا ظلمتك واستحق اللي يجرالي. خلينا أقول لك الحكاية من الأول علشان تفهم. توقيت جوازي من عمك أنس الله يرحمه كان قريب جدا من توقيت جواز أمك بأخوها عزيز، وبعد فترة من جوازنا اتأكدت أنا وأمك إن عندنا مشكلة في الخلفة. لفينا على كل الدكاترة واتملت بطننا بالدواء والبراشيم، وبرضه ما اتحلتش المشكلة، ما اتحلتش رغم إن الدكاترة كلهم قالوا إن ما عندناش مشكلة تمنع الخلفة وإن الموضوع كله بإيد ربنا. ولما عرفنا كده رضينا واستنينا، بس بعد كام سنة أمك حملت فيك أنت وأختك ياسمين وتحلت مشكلتها، بس أنا فضلت على الحال ده لسنين ومشكلتي فضلت مستمرة لحد ما فيهم كنت رايحة زيارة عندكم وقابلت نصير هناك، وهو اللي دليني على ست مبروكة وسرها باتع وبتحل المشاكل اللي من النوع ده بكل سهولة. ولأن كان عندي يأس كنت بجري ورا أي حل، طوعت ورحت معاه عند الست دي، بس اللي قالته لي لما قابلتني صدمني. قالت لي إن أمك عاملة لي عمل بعدم الخلفة علشان هي تعيش في عز أخويا لوحدها ومحدش يطول حاجة غيرها. اقتنعت بالكلام ده وقتها معرفش إزاي، الست قدرت توهمني بشوية كلام أهبل وأنا صدقت، أو كنت عايز أصدق. وفي الوقت اللي كنت مشحونة فيه بالغل من أمك، أمك بقت حامل للمرة التانية، لا وكمان في توأم، وأنا مش لاقي حتى حتة قطة تونسني بعد موت جوزي. ومن هنا بدأنا نحط الخطة الشيطانية اللي هنفذها أنا ونصير ومعانا الست الملعونة دي. اتفقنا اننا هنخطف التوأم اللي امك هتخلفه وهما لسه في الحضانات، واللي كان هينفذ الموضوع ده هو نصير، وفعلا نفذ، والطفلين بقوا عند الست الدجالة، الدجالة اللي اديتها فلوس كتير علشان تخلي بالها منهم. امك في الوقت ده كانت هتتجنن، وانا كنت بتشفى فيها كل ما بشوفها من غير ما بين لها. ومرت سنة على الوضع ده وبدأنا ننفذ الجزء التاني من الخطة، وهو إني أقول لعزيز أخويا إني هتبنى طفل من ملجأ علشان يكسر الوحدة اللي أنا عايشة فيها. وفعلا خدت حمزة من عند الست بعد ما دفعت لها أضعاف اللي اديته لها قبل كده،
وعاش معايا سنة وبعدها خدت سارة بنفس الطريقة. وقتها أمك كانت نظرتها ليهم دايما نظرة شك، كانت حاسة إن في حاجة غلط، بس ما كانش عندها الجرأة اللي تخليها تقول ولا الدليل اللي يثبت لو قالت. وهو مرت سنين تاني وأبوك مات وخد أمك معاه، وهنا جه الوقت اللي كان لازم ننفذه فيه الجزء الأبشع من الخطة، وهو عمل سحر محبة ليكم انتوا الأربعة، وده كان شرطهم الأساسي والأهم من الفلوس، واللي أنا وافقت عليه من البداية. وبعد ما بدأ العمل يشتغل وبدأتوا تتشدوا لبعض، أنا فقت واعترضت، بس هم هددوني بالفضيحة. إنما تعرف أنا كنت خلاص ما بقيتش قادر أكمل، إحساسي إني بعمل حاجة بشعة زي دي كان بيقتلني. حاولت أفك العمل بنفسي بس فشلت، وقتها هددني نصير إني لو حاولت تاني هيعاقبني، بس أنا ما سكتش وحاولت النهاردة أخرج العمل من قبر أمك، بس أمك ظهرت لي في المقابر وكان شكلها مرعب، كانت عايزة تاخد روحي، قلبي كان هيقف من الخوف، وبمعجزة قدرت أهرب منها. وبعدها كلمت حمزة علشان يلحقني، وجي نقلني على المستشفى. أنا يا ابني أنا حاسة بيك، حاسة بالصدمة والقهر والغل اللي جواك دلوقتي، ده غير أني عارفة أنك عايز تنتقم مني شر انتقام، وعايز تردلي اللي اتعمل فيك وفي إخواتك وفي أمك، بس اللي انت ما تعرفوش انه هو عايزك تعمل كده، هي دي خطته، عايزك تتعامل بنفس الغل. لو قتلتني دلوقتي محدش هيلومك، بس انت مش هتبقى مظلوم، وده اللي هو عايزه. سيب حقك لربنا وهو هيخلصه بدون تدخل منك، عارف انه صعب عليك، بس صدقني ده هيكون في سلامتك. أنا حاسة أني خلاص بقضي ساعاتي الأخيرة، فما تستعجلش قضى ربنا وسيبه هو اللي يقول كلمته. لما خلصت كلامها ما ردتش عليها، ما نطقتش بولا كلمة، بس اتحركت ناحية الأجهزة وفصلت كل الأسلاك عن جسمها. بعدها سحبت المخدة من تحت رقبتها وحطيتها على وشها وضغطت عليها، ضغطت أكتر وقلت لها وأنا دموعي بتقع على المخدة، نتقابل في الآخرة يا عمتي. كانت بتقاوم بس مقاومتها ما طولتش، والسر الإلهي اللي بيخلينا نتنفس ونتحرك كان خلاص خرج من جسمها وسكنت تماما. وفي اللحظة دي حسيت بحركة ورايا، اتخضيت ورفعت المخدة عن وشها بسرعة، كنت فاكر ان اللي جاي من ورايا هي الممرضة، بس اتصدمت لما لقيته نصير. انت ازاي عايش؟ انت المفروض ميت، رد عليا بثقة باينة على وشه. هو مات بس انا ما بموتش، أنا هفضل عايش طول ما أنتوا عايشين، أنا بجري في عروقكم مجرى الدم، وهفضل أزرع الغل والكره بينكم واستخدمكم ضد بعض لحد ما يظهر الغضب، وقت الغضب أنا اللي هسوق، والمعركة اللي كسبتها زمان مع قابيل وهابيل هكسبها تاني هنا، والأرض هتتروي بدمكم ودايرة الدم هتكتمل، وقتها هيسود الخراب وهتوه الحقيقة، ومحدش هيفهم مين كان ظالم ومين كان مظلوم. ومع آخر كلمة قالها اتبدل شكل الشخص اللي قدامي فجأة من نصير لحمزة، كان ماسك في ايده طفاية حريق والغل باين على ملامحه، رفعها وقرب ناحيتي. رجعت كم خطوة لورا وأنا مصدوم لحد ما جسمي خبط في الحيطة، لساني كان متلجم، حاولت أتكلم أو أدافع عن نفسي بس
ردة فعله كانت أسرع من محاولاتي، واستقبلت ضربة على دماغي بالطفاية من حمزة اللي كان بيقولي بكل قهر: قتلتها؟ قتلتها يا حيوان؟ حاولت أفهمه قبل ما الدنيا تسود في وشي، وقلت له: أنا أخوك يا حمزة، أنا أخوك. لكن هو رد عليا بضربة تانية على راسي، خلت الدنيا كلها تظلم. بدأت أرجع للواقع من تاني لما سمعت صوت زعيق الممرضة في وشي. حسيت بإيديها اللي بتخبطني جامد في كتفي علشان أسيب المخدة اللي سحبتها من تحت راس عمتي وكنت حاضنها. وفي لحظة حمزة دخل جري على صوت الدوشة اللي عاملاها الممرضة، وأنا واقف مبرق ما بديش أي رد فعل. حمزة دخل بجسمه قدامي وبقى بيني وبينها، قرب وفضل يعتذر لها بس هي ما سكتتش، وفضلت تتهمني بالجنون. ولما حمزة ما لقاش معاها حل سحبني من إيدي وخدني وخرج برا. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ إحنا الأربعة لازم نعمل تحليل دي إن إيه دلوقتي، وبناء على النتيجة هفهمك كل حاجة. بس الأهم من كل ده قولي، أنت دخلت على ياسمين؟ لا يا عم ما دخلتش عليها، بقولك من ساعة ما دخلت الشقة وهي قاعدة تقولي العفاريت والمرايات والكلام الغريب ده. سرحت وقلت في نفسي: أمال لو عرفت إن العفاريت دي هي أمك هتعمل إيه؟ لا ولو عرفت إن أمك ظهرت لي وكانت بتلعن البطن اللي شالتنا علشان ما كانتش مرتاحة في تربتها، وده لأنكم كنتوا هتعملوا حاجة كبيرة ربنا نهى عنها وهي جواز المحارم. بس هي حاولت توقف ده بكل الطرق، والحمد لله نجحت. بعد فترة طلعت نتيجة عينة الدي ان ايه، واللي كانت بتقول ان عيناتنا كلها متطابقة. وساعتها بدأت افهم كل حاجة عرفتها. طبعا الصدمة كانت صعبة عليهم وما كانوش مصدقيني، بس لما رجعوا لعمتي اكدت على كلامي وصدقت عليه. وبعد اعترافها ليهم بكل حاجة، عمتي ما استحملتش نظراتهم القاسية ليها، وحست انها خسرت كل حاجة، دينها ودنيتها واخرتها، ومن قهرتها ماتت في ظرف كام يوم. وبعدها الحمد لله قدرت اجيب تصريح وطلعت العمل اللي كان معمول في قبر امي، وخلصنا من السحر الملعون ده. ولما مرت الايام ونعمه النسيان خلتنا نتخطى، قدرنا نكمل الباقي من حياتنا مع بعض كاخوات، اخوات ما بينهم حب حقيقي، مش حب مزيف صنعه شيطان متشكل في شخص اسمه نصير. وبس كده، بهنا تكون انتهت القصة. أتمنى تكون عجبتكم، قصة مهمة جدا وشيقة جدا، وكان فيها جانب كلنا مش بنشوفه كتير، ولكن لما بنشوفه بتحصل مشاكل كتير جدا. بشكر سيد مصطفى جدا على كتابته للحلقة دي، وبشكر حضراتكم ان انتوا وصلتوا لحد هنا. ما تنسوش لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، تنضموا لجروب عائلة الراوي على الفيسبوك علشان تشوفوا الكواليس، تنضموا كمان لجروب عائلة الراوي على الواتساب علشان توصلكم القصة بمجرد ما تنزل. احنا موقفين حلقات مجمعة بقالنا فترة من اول رمضان، وده لان في ناس كتير بتقول ان الحلقات المجمعة بتنزل في نفس الوقت اللي بتبقى الحلقة فيه لسه نازلة من اسبوع، فما بنلحقش ننسى القصة. فانا وقفت الحلقات المجمعة شهر او ازيد علشان يبقى عندنا حصيلة كافية ان احنا لما نعرض القصص المجمعة تكون قصص قديمة اتعرضت من فترة طويلة، تكون الناس فعلا قدرت ان هي مش تنساها وترجع تسمعها تاني، ولكن لما تسمعها لتاني مرة ما تكونش القصة لسه بتتردد في ودانهم. وتاني هقول يا جماعة، القصص المجمعة الغرض الوحيد منها هو ان الناس ما بتحبش ان اليوتيوب هو اللي يعمل شفل للقصص مع بعض ويسمعهم على مزاجه، فاحنا بنجمع حلقات الاسبوع مثلا وبنرفعها كلها في يوم واحد بعيد تماما عن اليومين الاساسيين بتوعنا الاثنين والخميس. لا احنا بننزل يوم السبت حلقة مجمعة ملهاش اي علاقة بالحلقتين بتوع الاثنين والخميس، يعني علشان في ناس بتخش تقول ايه ده انتوا بقيتوا تعيد حلقاتكم. لا احنا ما بنعيدش حلقات ولا حاجه، كل ما في الامر ان احنا حلقاتنا مستمره اثنين وخميس عادي جدا، ودي حلقه مجمعه بتنزل يوم السبت مدتها بتبقى اطول شويه للناس اللي مثلا بتقعد تذاكر بتقعد تشتغل وبتشغل حاجه جنبها وعايز الحاجه دي تبقى مدتها طويله، فالحلقه دي مخصوصه للناس دي بناء على طلباتهم هم، وهم دول الناس اللي بنشوفهم كل مره في الكومنتس بيقولوا احنا بنشتغل دلوقتي او بنذاكر دلوقتي والقصه شغاله جنبنا. القصه بقى مدتها ساعه ساعتين ثلاثه على حسب، ولكن ده غرض القصص المجمعة. ولكن قصصنا يوم الاثنين والخميس عادي جدا، ومش بس كده الاثنين والخميس، ده احنا السبت والثلاث
في قصص بتنزل برضو بس مش في القناة هنا، في قناة محمود خيري اللي احنا هنروح نوريله يعني أكبر دعم ممكن في القناة بتاعته دلوقتي حالا بعد ما تطلعوا من القصة دي. شو سام لاف بقى هناك، يعني ايه شوية كومنتس كده لطيفة هناك، والناس اللي مش مشتركة هناك تروح تشترك. ده الأخو، ده الأخ الكبير يا جماعة، انتوا بتقولوا ايه؟ فاحنا اثنين وخميس وسبت وتلات مدلعينكم اهو، وهو كمان بينزل حلقة مجمعة يوم الجمعة وانا بنزل حلقة مجمعة يوم السبت، يعني من الاخر احنا موجودين معاكم طوال الاسبوع، قال خيري مش هتسيبكم. فبس كده اتمنى تكون القصة بتاعت النهاردة عجبتكم زي ما هي عجبتني كده. بشكر سيد مصطفى جدا. لا تنسوا اخواتكم في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي السودان وفي كل الاماكن اللي المسلمين مستضعفين فيها من دعواتكم، ما تنسوهمش. وبس كده اشوفكم الحلقة اللي جاية، وتصبحوا على خير.